صدار اخوان عشان كنا مع بعضه النظام بدا يتصرف. بمعنى ان 6 ابريل في بدايتها كانت لسه وما زالت كفايه يعني كل الاحترام الجبهه الوطنيه للتغيير سنه ما عندها اعلام ولا عندها ده هم بعض الشباب موجودين في وسط الجلسه وهم بيخترقوا للاسف هو في شباب منهم يعني ممكن يكون محترمين واولاد ناس محترمين ولكن لما تقف معاهم هو فكره بياخده منين ما يعرفش تعليماته بتجيله منين ما يعرفش عشان مش مفيش تنظيم ممكن يقفوا كل الحاجات المعلنه اللي هم حاجات محترمه بغض النظر يعني المواقف يعني انت ما تقدرش تقول موقف حب موقف انت ما تقدرش تقول ان صاحب اللي طلع نزل طلع نزل في موقف يتاخد عليه لا الاعلان عايز تنظيم بمعنى ايه انا معاك ان معاذ يبقى خطا تكتيكي بس لما اقول كلمه كده عاميه لانه بيديله تعليمات ومش عارف بتيجي منين بس هو كموقف مساله الاختراق برضه اه معاك بس كموقف بدايه الثوره لا لا يعني بتفتح الباب على انه بداية تكوين. الثوره كانت ثوره لا مش كده للاسف بقول للاسف اخترق يعني الامن ممكن هو اللي بيحكي بس هو كموقف بس هو كل المواقف لا هم اصحابنا مش كلهم هو إيه؟ كل المواقف اللي دخلوها ما تقدرش تعتب عليه اول هم الحقيقه اول ناس تساندوا مع المحله بغض النظر من القياده يوم 6 ابريل نفسه هو الشعب المصري اللي ثورته من القياده ايوه الشعب المصري قام بثورته ولذلك انت كنت تيجي تلاقي في الميدان هنا لا انا رايي ان داعي ومقتنع بعد اللي بيحصل ده والله عيب بقى مش الشعب ذات نفسه قال قد ما عيب ما هي المنظمات لا لا انت عيب المنظمات في يناير الماضي الشعب المصري هنا كان عامل ايه مع بعضه؟ ما حدش طلع وقال الاخوان هم اللي عملوا الشعب ما حصلتش رغم ان مثلا نقول المنصه الرئيسيه كانت الدكتور البلتاجي عليها الشيخ صفوت حجازي يعني لهم دورهم صد ما عملش غير بعد ما انكسرت الشرطه لا ده العكس الاخوان دائما اللي بيحب يغلس عليهم يقول لك انتوا ما نزلتوش اقعدوا على جنب ما نزلتوش يعني الدفاع مش يعني عندنا شباب 6 ابريل دايما ما بيتكلموا يقولوا انتوا ما نزلتوش دايما ده الاتهام فانا بقول لهم ايه عندنا واحد في الاخوان سنه دلوقتي حوالي 59 سنه بقول لهم انا شخصيا ما نزلتش يوم 25 ولكن كان في تعليمات ان احنا هنروح نقف عند مصطفى محمود مجموعه وهننطلق من مصطفى محمود للتحرير مجموعه محدده لا لا هي بدات انا ارد انا كنت موجود هناك الفكره ما كانتش معلنه فانا انا اكلم ايه دي ما كانش ثوره كان التظاهر هنا انا كنت انا اكلم مثلا البلد فيه 20 اخوان 10 هيروحوا 10 قاعدين مصطفى ضربوا ال 10 بجانب شباب الجامعات كلهم خرجوا كل اللي ماشيين والله على التواصل اللي تم بينهم على الفيسبوك بقى 6 ابريل وكفايه والاخوان كل الشباب التواصل كمان كله خرج اللي حصل يوم 25 حصل كده الاخوان يوم 28 منظمه بتدعم حسن مبارك اتقال ان كل الاخوان يخرجوا يوم 28 برضه كل اخوان منطقه يصلوا في مسجد كبير في المنطقه بتاعتهم وده توجهوا للميادين العامه يعني احنا صلينا في مسجد في الوراق لو حضرتك عارف الوراق وبدانا احنا واحنا خارجين اخواننا السلفيين بيجوا حزب النور دلوقتي واحنا خارجين انتوا كفره ممنوع الخروج على الحاكم مش شتمنا واحنا خارجين يركبوا دماغ ومعاهم سيوف وخشوا احنا خدنا شارع الوحده في امبابه لحد ما طلعنا لحد الكورنيش على الناس دي الناس في وسطنا ناس بتشرب مخدرات فقال قال الجمهور ان كنت سيناريو واحنا خارجين من شارع القوميه العربيه ناس قالوا تعالوا نقطع الدائري قلنا لهم لا مش هنقطع يعني بص يعني الغرض من ايه؟ لسه 28 في اوله يعني بعد صلاه الجمعه في ناس معينه في الميدان انا كنت ماشي في الاول نقطع دي الكورنيش هنقطع دائري احنا هنخش شمال عشان نطلع على شارع الوحده ونقطع الكورنيش لا هو ممكن تكون عبيطه قال لك دخلنا فعلا على شارع الوحده بدات الناس تتكسر معانا العوام قال مين اللي بتشرب بس شباب عايزين يخرجوا سلوكه مع النظام بعد وقفنا في اخر شارع الوحده احنا مش هنكمل خلاص احنا منين هنا سلوك الناس اللي ظهرت الاخبار بقت تتواتر ان داخل ميدان التحرير بيحصل وبيحصل وبيحصل قال لك شوف الصفر قال لك يلا روحوا بعد الميدان نمسك الصفر يوم الجمعه احنا ما لناش بدايه التحرير يعني شوف اروح يعني يوم ما دخلنا من هنا ما كانش فيه اخوان معانا كتير احنا كان في شباب هنا وانا مكان ابو نازلين بمبادره فرديه انا الاخوان اخويا بالاخوان اخويا اترش عليه ميه قدام مسبير ودخل الميه اللي معانا ومن تاريخهم في انا نعرف الجمعيه الوطنيه دي انا مش بقولها سمي اسامي وحشه يعني لا يعني ايه والتراجع يا جماعه يعني اقول لك حاجه اول قرار المجلس العسكري السلطه مع العسكر طبعا انت المفروض وحركه سواق عادات القيادات ما بيقدروش لكن خليني اقول اول قرار المجلس العسكري غير الافراد عن واحد زي محمد سليم العوض اموال المصادره رقم مخيف رواحهم وخلاص السلطه مع العسكر
وفوجئنا بشرعيه وانا صلحت من فلان وانا عملت اخوان للمجلس العسكري. ويلا انا بالنسبه لي هبص اقول ايه شباب واضح حتى لو ما عدناش في غرفه مغلقه انا هديك الفلوس اللي انا ماسكها اللي هي ما دفعتش من جيب ابويا حاجه وانت هتديني شرعيه والاخوان تملك تدي شرعيه للمجلس العسكري وهو دي اللي شايفين تملك الاخوان بالشرعيه بقدر ما هو محاوله للوصول للبلد الاستقرار وليك والاستقرار انا عايز اقول لك تنسيق بفلوس. احنا دلوقتي لو المجلس العسكري ما سلمش في 30 ابريل الاخوان يسكتوا 30 يونيو الاخوان يسكتوا اعتقد هيسكتوا لا اخوانا يروحوا غزه اقول لحضرتك حاجه انا لسه كاتب دلوقتي على الفيسبوك لما الاخ اللي كان على المنصه قال لي مين اسامه ياسين ولا لا انا ما اعرفش اسمه الحقيقه هو من الاخوان يعني هو اللي اصلا عضو مجلس الشعب دول اتكلم كل لا هو شاب اللي ماسك المايك وبيتكلم كل شويه ويهتم ماسك المنصه اللي ماسك المنصه بيوزع الاضواء هو المجلس العسكري انتوا متعرف الشاب بيقول ايه بيقول بلاش تخوين وبلاش كذا وخلينا ايد واحده ومش عارف ايه وده كلام كويس ده كلام كويس مش عايزين ناخد الكلام على اطلاق ماشي انا ما صح انا اكمل هقول لحضرتك انما احنا عايزين هو بيقول عايزين نبقى نرجع ثوار حقيقيين بتوع زمان ولا فاكرين موقعة الجمل انتوا يا ثوار يا بتوع الفضائيات اللي كنتوا قاعدين في بيوتكم بتصوروا على التلفزيونات واحنا قاعدين بندافع عنكم هنا يعني هو بيقول بلاش مزايدات وهو بيزايد استنى دي عادي يعني الجمل دي ما حدش اقول لحضرتك راي فردي لا الجمل دي انا ما انكرش ان الاخوان دفعوا عن الميدان هم والالتراز يعني انا كنت واقف ورا وخايف انا بكل امانه ما اتكسفش ان انا اقول كده النقطه بقى الأسوأ يعني في كلام بيقول كنتوا فين في محمد محمود كنتوا فين في مجلس الوزراء هو دي هو بيقول دي تضحك يعني دي تضحك يعني معلش هو بيقول ان كنتوا فين وقت موقعة الجمل وانا معاه في ديت ماشي بس هو بيزايد على الناس مش مشكله رجع بقى كمل بيقول كنتوا فين في محمد محمود كنتوا فين في مجلس الوزراء يعني دي محمد محمود تتبلعش يعني انا نعرف كتير من الاخوان انا ميال الاخوان اقول لحضرتك حاجه ده مش القرار هو اللي مطلع الناس في محمد محمود عشان الانتخابات ما تتمش استنى انا لسه اقول لك اهو الاخوان هو بيرمي ان عارف الكبار بيرمي ليه ان هو بيقول لبتوع الفضائيات ان انتوا اللي عملتوا محمد محمود لا 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 بيقول انتوا كنتوا فين احنا كنا في الميدان عارف الاخوان الكبار اللي واقفين على المنصه جابوه قالوا له بقى خلاص ايوه ما هو كلام مش منطقي ايوه يعني ده احنا كان عتبنا الاساسي محمد محمود برضو انتوا فين ومجلس الوزراء كذا مجلس الوزراء وللاسف يعني طبعا هل محمد محمود ومجلس الوزراء الى الان اتعرف حقيقه اللي حصل فيهم لا بس المؤكد اللي انا معروف دكتور علاء مش عارف مين ناس وواحد الترس اهلا محمد مصطفى مهندس الشيخ محمد عيب اقول لا دي بنت بتهرب يعني مش في لا انا كنت موجود هو الامن دخل علينا وضرب وقتل ناس دي لما يطلع كلام ان احنا اكتشفنا وقبضنا على ناس لابسين زي عسكري و لا من ضمن المحاضرات اللي بتحصل ده حسن مبارك كلام مش مؤكد هو كان حسن مبارك اللي انت بتقوله انا بقول لك ده كلام مش مؤكد اللي اقول لك على حاجه السديري بتاع ضد الرصاص ده امريكاني بتاع الجيش الامريكاني ومش موجود غير عند الجيش المصري أيوه. مش موجود عند الداخليه الداخليه بتلبس واحد اسود او زيتي أيوه. اللي هو المموه الاصفر في بني ده بتاع الجيش الامريكي ومعونه امريكيه معروفه يعني هو كان لابسها ونزل وقتل الناس خلصنا ما طب اسمع برضه اللي بيقول لك ان محمد محمود ان حرس الجامعه الامريكيه هو اللي عمله ومن الطرف الثاني يقول لك ان الجيش ده ايده من الطرف الثاني طالما الجيش ايده فيها دم يبقى ما يقعدش ولا يوم ما تقوليش غير شرط وهرجع افكرك بواحد طلع قال لنا طب سيبوه لغايه شهر 9 ايه هي ده مبارك ليه ساعتها انا عاوز اسال سؤال ليه ما قالوش ليه ما انا جاهز وبعدين يا جماعه نظام الانتخاب اللي عامل مين الناس اللي كانت بتطالب ان الجيش يقعد في السلطه احنا كنا بنبوظه كله يا استاذ انا اعرف حضرتك مين الناس قول لي عليهم مين دول انا اقولهم لك بالاسماء قيادات اللي هم ضد الاخوان مين الناس اللي كانت بتطالب الجيش لما الجيش هيسلم في شهر 6 هيعمل انتخابات مجلس الشعب وخلص لا اقول لك مين اسماء ولا لا اعملوا معلومه البلد لو سلمت دلوقتي شاهد الغزاله حرب طلعت السلام كل من يتحدثوا لك اسم 6 ابريل كل دول والله لا دول والله طلعت دول لا انا قصدي لا لا انا قصدي دول عمل النظام انا معاك هم قالوا انت الاول هو لو الانتخابات تمت في ميعادها الاولاني عايز تقول لي ان الناس هم قالوا لا لو الانتخابات تمت في ميعادها الاولاني عايز تقول لي ان لو
تم هي اللي بتحرك المجلس العسكري يعني الضغط يعني يبقى مجلس لمؤاخذة مش رجالة يعني لا 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 هو يوصل يديله الفرصة المجلس طلع يديله الفرصة هو يعني بس معلش البلد كانت سنة مش أقول لحضرتك حاجة المجلس كان مستني دول بالظبط يعني مجلس العسكري لا 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 مع المجلس العسكري لا ما يوصل دول ولا حاجة ولا حاجة انتخابات مجلس الشعب كانت المفروض تتم في شهر 6 8 مايو 55 مين اللي ما عملهاش؟ هو المجلس نفسه المجلس العسكري المجلس العسكري مش عايز يعملها ايوه طيب لا هي لا هي, لا هي غلطه اللي يعني مثلا احداث الكنائس اللي حصلت دي امن دي امن دوله طبعا وش يعني الشغل ده كان كله بيعطل هو ايه اللي اخر الانتخابات ماشي بس احنا سلمنا له ليه لما فعلا بعض الابواق الاعلاميه اللي طلعت بعد الثوره مباشره وكانت بتتكلم ان احنا عايزين معلش خلينا ما يبين المجلس العسكري انه يتني قاعد وانه يدير وانه يعمل كل حاجه عايزين المجلس العسكري يدير هو كان مستني انا عايز اقول حضرتك بتقول انه احداث الكنائس عطلت الانتخابات وكذا اللي هي كان المفروض بعد 6 شهور تمام طب مش محمد محمود حصلت في نوفمبر والانتخابات اتعملت 28 وحصل ديسمبر وحصل يعني معناها ان الانتخابات ما يعطلهاش انا اكتر من كده وكده الاحتفالات بتتاثر من اول 25 لحد الان وبعد بكره الانتخاب بعد بكره الشهور الشهور طيب فين التعطيل طب ما فيش تعطيل يبقى المجلس فهو حر نحطه يبقى المجلس العسكري هو اللي بيعطل مين يمسك البلد مين متوقع يسيطر على البلد فتره هي دي السؤال اللي السؤال دي والاجابه اللي انتوا بتصعبوها هي اللي روحت الناس في البدايه مين اللي هيمسك البلد لما حسن مبارك يمشي لا لا قلنا المجلس العسكري مين يمسك البلد لما المجلس لا العسكري هو هيوضح مين يمسك البلد لو المجلس لا العسكري لا سيبه بس يوضح قالوا له انتوا بتطالبوا مين العسكري يمشي حالا ومين اللي يمسك البلد محمد سعد اتتني بتاع الاخوان 60 يوم مش هيمسكها يعني يبقى يروح قصر الجمهور يعني هيقوم يعني بمقام هل دلوقتي محمد سعد الكتاتني يمسك البلد رئيس مجلس الشعب دستوريا لو الاخوان الاخوان هو احسن من المجلس العسكري الاخوان رفضوا صبرا بس الاخوان قالوا مش هيرشح رئيس الجمهوريه او الحريه والعداله مش استنى نوت في المحاضره من سلامه شويه لا لا اللي انا اقصده ايه ان كريم عزيز امير سمير عبد الغني مجاهد بس لا بالعكس ده مجاهد كده الكلام بينا ابتدى ازاي هو جه على حوار طويل كانت مجموعه واقفه وكانت القضيه الاساسيه كان اثنين اخوان واحد سلفي مين بعنف اسلم لمين يعني انتوا سوري انتوا هوب سلم لمين وكان الناس ودي غلطه كبيره في المنصه اللي هي دي انه قاعدين يهتفوا دول بيتكلموا فكر انا هنا بسمع حاجه الاخوان بسمع حاجه اقدر ارد عليها واقدر اوافق عليها واقدر ارفضها هنا مش هنعمل حاجه ايه وخلاص حتى جمال زهران جه قاعد برده يهوى شويه ما بيقولش فكر بتقعد معانا عند جمال زهران هو بس ما سمحتلوش ما سمحتلوش في دي انا سمعت فيها في الاول ما سمحتوش المهم الفكره ايه دايما السؤال ده اللي هو يجبس بقى تجبس ايه عايزين سلموا دلوقتي عايزين فوضى مين هيمسك الناس بتخض اصل فيه هو مش عارف ايه هو يلخبط يخضك لا انا قصدت لا انا بقول ايه لصالح الاخوان ان البلد تتسلم ليهم دلوقتي او للسعد الكتاتني وما تعمل انتخابات رئاسه ولا انا بقول يعني انا بقول المنطق والحاجه النظريه لا نظريه ولا نظريه لو في صالحكم اسكت طب ليه مش بلا اسمع كلام اسمع كلام طب خليه يكمل خليه لا عايز انا عارف هو يقول ايه انا عارف هو يقول ايه انا بنسى عقلته والله هم مش عوض عشان لا مش عوض دلوقتي السؤال تسلم لمن فانا قلت لا طب خلاص لا صح معاكم حق ده هتبقى هرجال تعالوا نستنى عايزين ايه قال لك لغايه المده القانونيه 30 يونيو يوم واحد يبقى عندنا رئيس نوافق خلاص انا اقتنعت بالفوضى ويوم واحد يوم 2 متر هروح اجيب المجلس العسكري عشان مش حد هعمل ايه ليها حل ولا ملهاش حل ليها طبعا بس هي دي مربط الكوره لو ليها يوم واحد يونيو لو مات يبقى ليها النهارده صح ورجعت تاني قلت السادات لما مات مقتول يعني حادثه ومصيبه انا اللي فكرتك بس لو وحال الطوارئ لا انا قلت له سيبك وطالب فاكر انا يعني ساعتها ما حدش عارف صيف وصوفيا ابو طالب سالت الناس اللي واقفين يا جماعه حد يعرف ان رئيس مصر اسمه صوفيا ابو طالب رئيس مصر اسمه صوفيا ابو طالب صوفيا ابو طالب مسكة 60 يوم لما مات جد من اخواني سلام
لان ما انا بقول لك مفيش قياده تبقى عايزه لها لازمه لو المجلس العسكري ماشي، اما انا ما اعملهاش في وجود المجلس العسكري. ومن يدير الانتخابات؟ والله يدير الانتخابات دي زي ما تونس مساء من يدير برضه الاسئله اللي بتطرح. لا عندي ليه حل او مش انا يعني يا جماعه ايه لو ما حصل ايه دستير والقوانين ليها عندها بلد. هو قبل ما يجي مجلس الشعب مين اللي يدير؟ لا يعني هقول لك من قبل ما مجلس الشعب ما يجي مين اللي يدير البلد؟ لا خلص دي. لا هو ده السؤال اللي جابه انت هتلاقي الاجابه ماشيه بقى قول لي الاجابه دي عشان هو ده السؤال. حدد استراتيجيات مصر العالميه. لا ولا حط خطه للخدمه ولا كان بيصحى الصبح يمضي على البوسطه بس. طب مين اللي بيمشي؟ رئيس الحكومه الوزراء. طب دلوقتي وفي رئيس انا لو صحيت الصبح الرئيس بيمشيني؟ لا طيب الحكومه ماشيه انا خالص الرئيس مش عايز حاجه تصديقا لكلامك. لا انا عايز بس سؤال بس عشان حكومه شفيق علمني فين جت حكومه شفيق وجت حكومه حكومه المجلس العسكري وجت حكومه عصام شعر حكومه المجلس العسكري وجت حكومه الجنزوري في وجود طنطاوي. هل الفتره بتاعت الثلاث حكومات زي بعضها؟ بالملي زي بعضها بالملي مفيش تغيير لا ولا استقرار ولا حاجه. لا مش هيكون في اصلا لا انا عايزك تجاوب على سؤال كابتن الى حد ما وقت يوم 11 يعني لو ما سلمناش حسام شرف رغم ان خارج من الميدان لان كان فيها رجاله الثوره ايه السبب الجنزوري لما جه يقولوا هم دلوقتي قالوا ان مفيش هي البلد بدات تستقر ان هم خلاص حسوا ان مفيش فايده في اللي بيعملوه. مش انا بدافع عن المجلس مفيش فايده في اللي بيعملوه يعني هم جابوا احمد شفيق وكان في دسائس بتحصل من مجلس احمد شفيق جابوا مبارك بس مش المجلس العسكري كمل يعني 6 و7 جابوا حسام شرف دسائس بتحصل من امن الدوله اللي كان موجود ومن المجلس العسكري ومن كله. ليه كان عايز يصل بالبلد لحاله انفلات بحيث ان احنا طب هنسيب البلد ليه؟ هنسيب البلد ازاي؟ خلينا هو عايز يعمله شرعيه. في كتير من شعب مصر كان بيتكلم لا احنا عايزين العسكر المشير يفضل ده لو مشوا البلد هتتدمر لو مشوا البلد هتقع. احنا قلنا نفس الفكره دي. طب انت لما تصل ان يجي الجنزوري ويحصل انتخابات بص يا كريم الفئه العمريه ايه جميله الشباب ده مش على فكره فيهم اخوان محتاجين طبعا مش قابلين فكره الضحك علينا تاني خلاص. ده شفت البرلمان نفسه كان داخل برضه باحتفاليه وبرقيه لقيت الاعضاء كلهم قلبوا حتى اكرم الشاعر نفسه بيتكلم عن ابنه يعني هم ما يقدروش يسيطروا على مشاعر الناس ومشاعرهم الشخصيه لانه الحق حق ان يتبع. مفيش حاجه اسمها يعني نهادي عمرو زكي نفسه قال في البرلمان قال لهم احنا عاملين ندور حاول يعمل العيب من وقت حكومه شفيق لحد النهارده ولكن لا مفيش فايده خلاص. يعني اللي كان بيحصل رغم ان بقول لك حسام شرف لا يمكن ان يلعب الغير اللي هو ضامن الارضيه في الشارع خرج من النادي حسام شرف ولكن هو تم يعني تم افشاله يعني بس هي القضيه انه المرحله هو المجلس العسكري لازم انا بقول ان هو وحش ان هو مش راجل ولا مره طلع على التلفزيون وقال يا جماعه المجلس العسكري مش سايبني اعمل شغل كان لازم يطلع يقول كده كلهم كده وهم مش هم يعني المجلس العسكري هو ده نفس العتب على الاخوان بالمناسبه ان هم ما بيطلعوش يقولوا مواقفهم بوضوح وعلى التلفزيونات وعلى البيانات. لا هي بدات هل المجلس العسكري من السذاجه يعني يجيبوا